السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن قناة بروبسوت فيديو بيفوت قناة. إن شاء الله النهاردة هيبقى الجزء التاني من الفورير ترانسفورم. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي نعمل إنفيرس للفورير ترانسفورم في الإنجو سي بي. شرحنا المرة اللي فاتت إزاي تعمل فورورد ترانسفورم فورورد فورير ترانسفورم للإيمج عشان نحولها للفريكوينسي دومين، وتعلمنا برضو إزاي نعرض الصورة بتاعتنا في الفريكوينسي دومين. إن شاء الله النهاردة هنشرح ازاي بعد ما انا حولت الصوره بتاعتي من سبيشال دومين للفريكوينسي دومين اروح مرجعها تاني من الفريكوينسي دومين للسبيشال دومين. بقرا هنا الايمج، شرحنا هنا كل ده شرحناه المره اللي فاتت. بنقرا هنا الايمج، بعد كده بنعمل بريبيرنج للفورير، بنحول الايمج بتاعتنا ليه دبل، بعد كده بنعمل البلانز، بعد كده بنحط الايمج بتاعتنا دوت كلون دوت مات، بعد كده بنعمل الماتريكس الفاضيه هنا، بعد كده بندمجهم عن طريق الميرج، بنحطهم في الكومبلكس كاب دي الدي اف تي دي اللي هي الماتريكس اللي احنا هنطلع فيها الفريكوينس دومين، بعد كده بنحولها بدي سي بي ام دوت دي اف تي كومبلكس دي اف تي تي دي اكس تايب دوت فورورد عشان نحولها للفريكوينس دومين، والبارامتر اخر بارامتر ده احطه زيرو. في نفترض مثلا انت عايز خلاص احنا كده حولنا من سبيشال دومين للفريكوينس دومين، كل هنا بقى اعمل انت اوبريشن. ممكن انت تعمل بلورنج، دي بلورنج عمليات كتير برضو ممكن تعملها في الفريكوينس دومين. خلاص احنا كده خلصنا، احنا بدأنا العمليات وخلصنا، احنا عايزين نرجع الصوره بتاعتها دلوقتي للسبيشال دومين. احنا بنعمل ايه؟ بنقول هنا دي اف تي دي اللي هو نفس الداله سي بي ام جدود دي اف تي، بتاخد بارامترين اللي هي الانبوت ايمج والاوتبوت ايمج. الانبوت ايمج دي هنطلعها في نفس الايه في نفس الماتريكس دي اف تي تي، نقول هنا ديكس تايب دوت انفرس، احنا هنرجع بقى من الفريكوينس دومين للسبيشال دومين. بعد كده طبعا احنا بنعمل هنا الماتريكس عشان نقدر نقدر ان احنا نعدل في الماتريكس او نعدل في الفريكوينس دومين بتاع في السبيشال دومين اللي طلعت. طبعا دلوقتي طبعا هي مش بتطلع جاهزه، احنا لازم بناخد برده السكوير روت بتاعها عشان نقدر نشوفها. فانا بنقول هنا دي اف تي، ممكن نقول dft.capital.dft، بعد كده بنعمل سبليت للماتريكس اللي هي dft، بعد كده بنعمل ريزولت ده اللي هنطلع فيها الريزولت، بعد كده بنلف الماتريكس بتاعتها بال 2 4 لوب دي دول. ممكن بنقول هنا ريس واي اكس بتساوي نيو جراي ماس دوت سكوير روت ماس دوت باور، بنجمع الماتس اللي هو اول تشانل في الصوره، في اول تشانل في كل البكسلات اللي في الشانل الاولى اللي في الصوره كلها بنحطها باور اس 2 زائد ماتس 1 واي اكس اس 2 برضو دي للشانل الثانيه اللي في الصوره، وكلهم بنحطهم في كلاس اسمه جراي، ده جراي عشان نحولها دي عشان دي قيمه الجراي، وبنخزنها في الريزلت واي اكس. من تحت بقى بنقول هنا ايه انفرس بتساوي ريزلت دوت كونفرت جراي بايت، احنا بنحول بقى الريزلت بتاعتنا دي لجراي بايت عشان نعرف نعرضها، بعد كده بنعرض الايمج، بعد كده بنعرض الانفرس اللي هو الايمج اللي رجعت من الفريكوينس دومين. تعال كده نعمل رن، ادي دي الصوره بتاعتنا، ادي دي اللي هي الايمج ودي الانفرس. لو تلاحظ هنا انا ما عملتش شيفت، يعني احنا هنا انا عندي اللي هي الايمج اللي هي لو احنا شفنا اللي هي الميثود اللي فاتت اللي هي الشيفت اللي احنا عملنا اللي هي الميثود دي اللي احنا عملناها المره اللي فاتت عشان نعمل شيفت وكده وبتاع عشان للفورير ترانسفورم. زي ما انا قلت لك كل اللي احنا عملناه اللي فاتت ده كان عرض، يعني اي حاجه مش موجوده هنا دلوقتي يعني انا مش محتاج ان انا اعمل شيفت لان انا مش عايز اعدل في مش عايز اعرض الفورير. طبعا لو انت عايز تعرض الفورير ترانسفورم فانت ممكن تعمل ده لو تعمل الحوار اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، بس انا حبيت اختصر الكود يعني. انا مش محتاج اعمل اعرض الفورير ترانسفورم، فانا عملت انفرس على طول، حولت الصوره بتاعتي من سبيشال دومين للفريكوينسي دومين، بعد كده رجعتها تاني للسبيشال دومين. مش عايز اكتر في الفيديو ده كتير يعني لان الفيديو اللي فات كان كبير قوي، كان 18 دقيقه، فانا مش عايز اكتر في الفيديو ده. لو في اي سؤال عايز تساله عن الجزء الاول او الجزء ده يا ريت تحطه في التعليقات ان شاء الله هرد عليك. انا اسف لو كنت كروت شويه، انا كمان اصلا الجزء الاول انا كروت في الكود شويه، كان المفروض نكتب الكود سوا يعني، بس انا للاسف انا ما عنديش امكانيه ان انا اعمل كده دلوقتي. فانا لو عندك اي استفسار او اي حاجه عايز تسالها في الفورير ترانسفورم في الكود ده يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.